ايه بقى تامر؟ موريا غاليه. انت عاوز ايه؟ انت مالك هو الفلوسي ومالك مال مرتبي؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ عايز حته منه. ايه يعني ايه؟ مش فاهم. حته؟ حته. يعني حته ليه يعني؟ حته ليه؟ هو ثانيه واحده، هو احنا لما بنيجي نتجوز سوا سوا ونرتبط سوا سوا ونتشارك سوا سوا ونعيش سوا سوا، مش بنتفق ان احنا كل حاجه سوا سوا؟ لا مش كل حاجه سوا ثانية سوا. واحدة بقى، لا 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 بقى. خلينا دلوقتي احنا هو في الخطوبة وعصافير. انت قصدك في تأسيس البيت؟ لا، امال في الاتفاق انه انا قابلت حضرتك فحصل السو سو واتقابلنا وعجبنا واتشدينا فحبينا فاتجوزنا. عشان يحصل ده مش بنيجي نقول بقى احنا شركة؟ بنقول شركة. حلو. بنقول. بنقول. لكن ما بنعملش. لا احنا بنتكلم شركة في حاجات معينة، لكن ما كتبناش. هو كل حاجه بالكتابه ان احنا هنبقى شركه في فلوسي. لا ما هي دي، بص الطريقه، بص الطريقه. شفتوا ايه؟ فلوسي ايه؟ فلوسي. ايوه فلوسي، مرتبي، تعبي. ايه تعبي بابا؟ شركه سوا سوا، هم يحبوا بعض. فاكره الفيلم هم يحبوا بعض؟ هم ليه يحبوا؟ هم يحبوا بعض لكن هم مش يدفعوا مع بعض. لا هقول لك بقى تاني. قولي بس بقى. احنا دورنا صحيح، يعني احنا دورنا ان احنا ننور على النماذج الحلوه. ايوه. عشان نقتدي بيها. أيوة. وتبقى يعني نقول للناس ان هو ده اللي المفروض ان احنا نعمله. وبرده دورنا ان احنا ننور على الحاجات او النماذج السلبيه اللي احنا اصلا مرفوضه وان احنا ما بنحبهاش. صح. معلش بقى انا دخلت عليك دخله كده. لا قولي حضرتك. لكن بجد دلوقتي ظروف الحياه بقت صعبه. صح. والاسره عشان تكمل الشهر مطلوب منها مصاريف مدارس ودروس خصوصيه واكل وشرب ودكاتره. ما تعديش وأدوية. ما تعديش. واصبح دلوقتي مرتب الزوج او دخل الزوج يا حرام ما بيكفيش. صح. طب ايه المانع ان الست تنزل تشتغل عشان تساعد الراجل ده، عشان تشاركه؟ شفت بقى انا انت بتسالينا؟ لا شفت بقى انا عشان انا هيلة. يعني انا يعني صحيح دخلت دخله كده. لا لكن بس طب عايز اقول لك حاجه. لا بس الدخله بما انك جايه معايا دغري كده وعلى القبله خلينا كمان ابقى لطيف. يعني خلينا شويه شويه نشيل العنصر بتاع فكره انه ظروف الحياه دلوقتي. خلينا نتكلم في المبدا العام. وبعدين نتكلم على اللي عنده ظروف. اوكي. بنحط القاعده الاول صح؟ انا رايي الحقيقه طبعا بخلاف القاعده الشرعيه بتاعه ان الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، عشان بس ما حدش يقول لك انتوا بتنسوا ان في يعني مدافع ديني مهم شرعي. فده متفقين عليه. بس انا عايز اكلمكم الحقيقه المبدا في فكره الجواز فعلا القائم على الحب والسكن والهدوء والعشره والمحبه والمشاركه. انا بتضايق قوي قوي سواء الراجل او الست من الكلمه اللي انت قلتيها من شويه دي اللي هي فكره فلوسي. وانس انه شيخنا المأذون كتب، انا في رايي ان ما بقاش في حاجه اسمها اي واك. نوها ونيها، عارفها نوها ونيها؟ نعم. كل حاجه بقت احنا، بيتنا، اوكي، ولادنا، عربيتنا، فلوسنا، مصيافنا، رحلتنا، كل حاجه بقت احنا. لو ابتدينا نتكلم اي واك هتبقى مشكله. بالمعروف بالمعروف بالحنيه تاخد عينيا، مش بس تاخد فلوسي ومرتبي. انت برضه عايز توديني كان انا نصاب وبتاخد فلوسي؟ لا مش كده. انا والله ما طمعان في فلوسك، ربنا يزودها لك. انا بتكلم وطبعا ما فيش حاجه بالضرب وانا هجبرك ان انت تصرفي او لا في الضرب. لا دول عايزين الضرب. ما هي دي بقى النماذج اللي انا هتوقف عنها. لا دول يعني عايزين الضرب. يعني في زوج، لا في زوج يقول لها ايه؟ ما هو انا سبتك تشتغلي، الوقت اللي انت بتروحي الشغل فيه ده مقتطعه من وقتي انا، ومقتطعه من وقت البيت ومن وقت البلاد الولاد، اذا انا من حقي ان انا اشاركك في المرتب اللي انت بتاخديه ده. الموضوع لما بيجي كده، لا ما لما بيجي كدا. غصب. لا اصل خدي بالك انت هنا، انت هنا برضو مش مساله غصب يا اميره، هنا مساله ان احنا بنقطع بالشوكه والسكينه، كاننا بنعمل تفاوض في عقد شركه، وانت عليك الواجب ده وده مقتطع من الوقت الرسمي بتاع الشركه فهتعوضه لي بكذا. لا الحياه الزوجيه غير كده، والحياه اللي قائمه على المشاركه والتضحيه والحب متهيألي غير كده. انا بقول بجد يعني انا من يوم ما اتجوزت وانا اتفقت مع مراتي انه ما فيش حاجه، رغم ان انا عايز اقول لك بقى ان مراتي ما بتشتغلش. يعني فيش جنيه بيخش البيت، فيش جنيه بيخش البيت، مراتي ما بتشتغلش، هي كبرت دماغها من الشغل وقالت لك انا عايز. يعني انت العائل بتاع البيت. انا العائل والمجنون وكل حاجه في البيت. اوكي. ومع ذلك يعني شوف رغم ان كل الفلوس اللي بتخش هي فلوس انا، ما فيش جنيه حد بيدخله في البيت، ومع ذلك من يوم ما اتجوزنا لحد النهارده وانا مانع
في البيت فكره فلوسي وفلوسك ودي بتاعتك ودي بتاعتي. انا مانع رغم اللي بقول لك المفروض بقى انا الوحيد المصدر الدخل. أيوة. اقول لهم يا كلاب انا دي فلوس انا وانا اللي بصرف عليكم اسمع صوت حد فيكم. دي فلوسنا يعني كلنا فلوسنا. وكمان بعلمه البناتي اي حاجه في البيت بتاعتنا. ده انا عايز اقول لك بس انا مش عايز ادعي المثاليه. انا بغرز في بناتي وبناتي مش بنات صغيرين بنات كبار دلوقتي واحده منهم بسم الله مش عارف الجامعه والثانيه هتخش الجامعه اهي. مفيش حاجه حتى البرايفت حتى الاشياء الشخصيه ممنوع على واحده منهم تقول دي بتاعتي انا استخدمها عادي يعني براف. الايباد بتاع بنتي ما هي المانرز دي او السلوكيات دي احنا اللي بنغرزها في الولاد فهم بيطلعوا شايفين ابويا وامي بيعملوا ايه صح. فبيعملوا زيهم مظبوط.